आज कुछ यहाँ दायरे की शक्ल बदली है आपने? इमाम साहब, आपकी कारिस्तानी है या कोई और? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहु। आज 190 आयत से है, जब से पहले जारी थे। अच्छा, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير آل عمران آيات 190 آج اتوار کا دن ہے اور درس کے آخر پر نصف گھنٹہ سوال و جواب کے لیے مخصوص کیا گیا ہے لیکن بہت سے ایسے سوالات ہیں جو لمبا جواب چاہتے ہیں اور بعض اليوم هو يوم الاحد وقد خصصت نصف الساعه في نهايه درس اليوم للاسئله والاجوبه ولكن هناك بعض الاسئله تقتضي وقتا اطول وهناك بعض الامور من الدرس الماضي التي لا بد من ايضاحها لأنه يبدو من الأسئلة أن بعض الإخوة أخطأوا فهم بعض الأمور لذا يجب أن يشرح الموضوع كله جيدا ودفعة واحدة ليتضح جيدا ما أريد قوله وما هو الهدف من ذلك وعلى أي مجرى يجب أن يجري البحث فيها هذه التوضيحات ضرورية جدا لذلك قرأت اليوم آية وجيزة تبركا فقط وسأتحدث عنها بإيجاز ثم أعود إلى الأسئلة وعلاوة على ذلك هناك بعض الأمور البسيطة الأخرى أيضا وسأذكر لكم بعض الأمور عن اليابان فإننا لم ننساهم كما يظن البعض سب سے پہلے وللہ ملک السماوات والارض آل عمران آیت وللہ ملک السماوات والارض کیا مراد ہے اس کے متعلق ما المراد بالملک هنا سأشرح هذه الكلمة بإجاز من قاموس أقرب الموارد فجاء فيه کہ مراد ہر وہ چیز ہے جو کسی کی ملکیت بن سکے اور اس پر تصرف کیا جا سکے یہ مذکر بھی آتا ہے اور مؤنث بھی مذکر اور مؤنث الملك لما يملك ويتصرف به يذكر يسأل حضرته هل هذا هو اللفظ الصحيح للكلمة؟ اردو میں مذکر اور مؤنث بھی بول لیتے ہیں غیر ان اللفظ في الاردية يختلف عن اللفظ بالعربية لذا ليس ضروريا ان تلفظ الكلمات عند الكلام بالاردية كما تلفظ بالعربية تماما روزمرہ عرف عام میں اردو میں بہت تصرفات ہو چکے ہیں اور بعض ایسے تصرفات لأن هناك أمورا كثيرة جاری ہیں اور تطرقت إلى الأردية وهي تختلف عن العربية من حيث اللفظ مثلا هرقل لفظ فمثلا هناك اسم هرقل سوالات میں بالعربية آپ نے هرقل پڑھا ہے أنا کہ عربی میں هرقل وقد جاءني سؤال بصدده قيل فيه وہ قابل قبول نہیں ہے شريط کو بأنك لم تقرأه كما يلفظ بالعربية تماما فأقول عندما يكون الكلام بالأردية فسيلفظ كما هو معروف بالأردية كاسم ملك معروف فإن هذه الاختلافات في الألفاظ موجودة في مختلف اللغات لدرجة أن كبار علماء اللغة الأردية في عصورهم كانوا يتغاضون عن تأثير اللغة العربية في اللفظ صرف نظر کرتے ہوئے اپنے تلفظ پر اصرار کیا کرتے تھے حضرت حافظ وكانوا يلفظون بالاسلوب الاردي وكانوا يصرون على لفظهم فكان السيد الحافظ مختار احمد يلفظ مبلغ اي النقود بمبلغ فتحدثت معه ذات مره حديثا طويلا وقلت له اعرف جيدا انك عالم كبير وتعرف ان اللفظ العربي هو مبلغ وليس مبلغ فقال ايا كان الامر فسالفظه كما سمعت من ابائي اذا كانوا يلفظونه مبلغ تو وہ لوگ جو درستیاں تلفظ کی کراتے ہیں ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنی زیادہ اہمیت نہ دیں فاقول الذين يصححون نطقي بالكلمات
ألا يهتموا بهذه الأمور البسيطة، لأن اللغة كقناة جارية ومتغيرة متمايلة حيث تنشأ فيها أمواج جديدة مختلفة، ولكن هناك شيئا لا بد من تصحيحه، وهو أنه يحدث أحيانا أن حرفا من آيات القرآن الكريم لا يلفظ بصورة صحيحة لسبب السرعة في التلاوة، فهذا الذي من الضروري أن يلفظ صحيحا، إذ لا مجال للتسامح في هذا المقام. لذا مثل هذا التصحيح ضروري، مع أني أعرف اللفظ جيدا، ولكن يحدث الخطأ أحيانا في لفظ الفتح والكسرة، وبعض الأحيان يخطئ السامع أيضا في سماعه، وفي بعض الأحيان لا يلفظ بصورة صحيحة وكما أريد لفظه، لأن اللسان يكون جافا بسبب الصوم. ولكن هذا ليس عذرا، بل ما أريد قوله هو أنه يجب ألا نقبل أدنى خطأ في لفظ آية قرآنية. معمولی سی غلطی بھی قابل برداشت نہیں ہونی چاہیے ہمارے لیے. یعنی یہ ان معنوں میں کہ ہم رکھیں کہ جاری ہے. ويجب ألا نتسامح في هذا المجال قط. الإخوة الجالسون هنا يعرفون هذه الأمور، لذا عليهم أن يوجهوني فورا، وخصوصا العلماء الموجودين هنا، حتى لا يضطر الإخوة إلى إرسال الفاكسات من الخارج. كان البحث يدور حول كلمة ملك، وكل ما يمكن أن يكون ملكا لأحد يسمى ملكا، ويقال المراد من الملك السلطنة، والملك يتضمن التصرف. هذه فروق بسيطة بين كلمات مختلفة. لقد جاء في قاموس لين حول ملك، ملك دومينيان سوفرينتي kingship rule. اور یہاں جو پہلا میں نے حوالہ دیا تھا اس میں اقرب الموارد کہتی ہے. وقد ورد في اقرب الموارد كما ذكرت من قبل، لما يملك ويتصرف به يذكر ويؤنث، اور مؤنث بھی کہا جاتا ہے، یا مذکر بھی پڑھا جاتا ہے اور مؤنث بھی پڑھا جاتا ہے. يمكن ان تعود الى قاموس اردي ايضا. قرآن کریم میں جہاں اللہ کے حوالے سے لفظ ملک آیا ہے اس میں مکمل دونوں معنی. لقد تأملت في استخدام هذه الكلمة في الآيات القرآنية، ووجدت أنه كلما جاءت بحق الله أعطت كلا المعنيين، لا أشك في ذلك أبدا، بمعنى أنه كلما وردت بحق الله تعطي معنى الملكية والسلطنة أيضا، ولها علاقة بصفة الله المالكية، مع أن فكرة الملك أقوى في المالكية. فمثلا إذا كان أحد مالكا يكون متصرفا كاملا أيضا. نحن الذين نسمى مالكين، إن تصور ملكنا وملك كنا يختلف، لأننا لا نملك عقارات مثلا من حيث الدنيا، أما الدولة فهي مالكة من حيث السلطة والصلاحية، ولأن هذه الفروق تبقى جارية، إذ لا نملك نحن أيضا صلاحية كاملة على عقاراتنا أيضا. فمثلا ليس لكم خيار أن تبنوا بناية على أرضكم أيضا حسب رغبتكم وصلاحياتكم، بل الحكومة تتدخل في كل صغيرة وكبيرة وتقول إلى هنا تنتهي صلاحيتكم وتبدأ صلاحيتنا. إسلية إنساني استعمال میں لفظ ملك وملك نے دو الگ الگ دائرے اپنا لیے. لذا فقد استخدمت كلمة الملك والملك بمعاني مختلفة من حيث استخدام الناس. المراد من الملك هو العقار أو الملكية أو الحكومة. يجب أن تتذكروا جيدا أنه كلما وردت كلمة الملك في القرآن الكريم فقد وردت بمعنى مالك الكل، لأنه هو المتصرف والمالك في كل شيء، سواء من حيث التصرفات السياسية أو الاقتصادية. جب بھی قرآن کریم میں لفظ ملک ملے گا کسی صورت میں بھی ملے گا. وكذلك التصرفات الأخرى مثل من سيملك العقارات في الوراثة، فكل هذه التصرفات لله تعالى. جو
سیاسی تصرفات ہیں وہ بھی اسی کے ہوتے ہیں، اقتصادی تصرفات بھی اسی کے ہوتے ہیں، اور ملکیت کے دوسرے تصرفات مثلا ورثے میں یہ جائیداد اس کو دینی ہے کہ وہ اس کو دینی ہے، یہ بھی اسی کے چلتے ہیں۔ تو یہ بحث جو علماء نے اٹھائی ہے، فالبحث الذي اثاره العلماء هنا لا حاجه له من هذا المنطلق، لانها اذا استخدمت بحق الله تعالى يدخل فيها كل شيء فيما يتعلق بالملك والملك، ملك اور مالکیت کے تصورات میں پایا جاتا ہے۔ يقول الإمام الراغب تحت الآية: وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، يعني ملك سے مراد اللہ کے لیے الملك الحق بھی آتا ہے، اس لیے فرمایا له الملك وله الحمد، اور فرمایا قل اللهم مالك، وقال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فالملك ضبط الشيء المتصرف عليه بالحكم، الملك كالجنس للملك فكل ملك ملك. لقد قال الإمام الراغب ما قلته قبل قليل بأنه إذا جاءت هذه الكلمة بحق الله فلا بد أن يكون كل شيء تحت تصرفه الكامل بصورة ظاهرية بل بكل نوع من التصرف، لذلك هو مالك وحاكم أيضا. هذا القدر يكفي في هذا الموضوع حاليا. سر دستو یہاں اتنا ہی کہنا کافی ہے، تفسیری نقطے سے میں دیکھتا ہوں، اگر کوئی خاص بات قابل ذکر ہو تو بتاؤں گا۔ یہ بحث اٹھائی ہے کہ یہاں للہ ملک کی کیا ضرورت۔ ثم هناك بحث آخر، لماذا قیل للہ الملک؟ یقول احد المفسرین بأنه قد مضى من قبل ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، وقد استخرجت نتيجة نهائية أن لله ملك السماوات والأرض. حضرت امام راغب نا حضرت امام رازی کے نزدیک اس کا تعلق پہلی آیت سے یہ ہے۔ يقول الإمام الرازي إن علاقتها مع الآية التي سبقتها هي بأن الذين سبق الحكم لعقابهم لا يستطيعون أن يتجنبوه بحال من الأحوال، لأن لله ملك السماوات والأرض، وہاں بھی مالکیت ہے، اس لیے للہ ملك السماوات والأرض، يوضح أن هذا العالم والعالم الثاني كليهما ملك لله، وملك الله واسع هنا وهناك أيضا، فإن الكلمات لله ملك السماوات والأرض تقول بأنكم لا تستطيعون أن تفروا من الله قط، ولا تستطيعون أن تلوذوا في أي مكان، لأن المراد من السماوي هو الروحاني أيضا، وهو عالم الملأ الأعلى، لذا صحيح أيضا أنكم لا تستطيعون أن تتجنبوا العقوبة في هذه الحياة ولا في الآخرة. لیکن صرف سزا تک محدود کرنا درست نہیں، کیونکہ جزا کا بھی تو ذکر ہے۔ ولكن لا يجوز الاقتصار على العقاب فقط، لأن الثواب أيضا مذكور فيه، لذا فهذا هو ملخص الكلام، عليه أنهي كلامي حول هذا الموضوع قائلا: لله ملك السماوات والأرض، واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يقول الله تعالى هنا لآيات لأولي الألباب، وذكر الاختلاف في الليل والنهار أيضا، إنه في الحقيقة إظهار تصرف الله تعالى في الدنيا، وذكر تأثير الأسباب السماوية فيها، وهنا إشارة إلى زمن يضعف فيه الإسلام، وقيل بأنكم ستواجهون من أهل الكتاب وخصوصا من المشركين إيذاء كثيرا، وتسمعون منهم كلاما مؤذيا كثيرا، ولكنهم لن يستطيعوا أن يحولوا دون غلبتكم، إن غلبتكم مقدرة ومحتومة.
هذا هو الموضوع المذكور في هذا المقام. ثم يقول الله تعالى في الآية 191 بعد القول لله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير کے معنی بعد اس آیت کا جو 191 ہے میں یہ حوالہ دے رہا تھا آپ کو بأن هذا الموضوع يتعلق بما سبق وما سيأتي أيضا اور اس مضمون سے بھی وہی تعلق ہے جو پہلے گزر گیا ہے تخبرنا هذه الآية لله ملك السماوات والأرض یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے أنها لا تذكر ثواب الآخرة وعذابها فقط بل ذكر فيها ما سينجزه حتما قدر الله لصالح الإسلام في هذه الدنيا وسيأتي زمان حين يملك الدنيا عباد الله الصالحون والصادقون وسيكونون ممثلين للمالك الحقيقي في هذا الصدد قد بين المسيح الموعود عليه السلام نقطة عظيمة بأن الله تعالى قد وضع كلمة المالك في الأخير في ترتيب صفات الله المذكورة في سورة الفاتحة ولهذا الأمر علاقة قوية مع محمد صلى الله عليه وسلم فهو الذي يجلي هذه الصفة الإلهية بصورة كاملة في هذه الدنيا لقد وردت في الإنجيل أيضا نبوءة عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث ذكر كرم العنب فهناك أيضا ذكر مجيء المالك وقد تحققت هذه النبوة بمجيء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك ملك وقد أشير إليه هنا إن الممثل الحقيقي للمالك هو النبي صلى الله عليه وسلم أما أنتم فتعطون غلبة مؤقتة ومع ذلك تزدادون إيذاء وتتجاوزون الحدود ولا تنسوا أن كل شيء ملك لله وهو سيريكم ويكشف للجميع من هو العبد الحقيقي لذلك المالك ومن الذي سوف يوهب صلاحية الملوك في النهاية هذه نبوءة الغلبة النهائية للإسلام ثم تبين الآية التالية الموضوع نفسه ولكن ليس من الخطأ القول بأنه قد ذكر هنا الجزاء في هذه الدنيا أيضا ولكن العلاقة الحقيقية هي تلك التي ذكرت في سورة الفاتحة وقد ربط هذا الموضوع بنبوءة ذكرت في الإنجيل إذن إن هذا الوقت قريب وقد بدأت بوادره في زماننا هذا قد بدأ بذلك سيدنا المسيح الموعود وكان يبدو حتى في زمن المصلح الموعود رضي الله عنه أن ذلك العصر قد بدأ فقال لقد حان وقت الانتصار في المعارك الإسلامية لقد بدأتها أنا والعاقبة في يد الله انجام خدا جانے تو وہ آغاز ہی کا دور تھا جو حضرت مسلم موعود کے زمانے تک قد رہا ہے اور حضرت مسلم مسیح موعود علیہ السلام نے جو گناہوں سے كان عهد المصلح الموعود عصر البداية وما قاله المسیح الموعود في مقاله كيف يمكن التخلص من الآثام يطابق هذا الموضوع تماما سب معاملہ روشن ہو چکا ہے فلا يفهمن أحد أن كل شيء قد استنار في زمن المسيح الموعود فهذا الفهم ليس صحيحا لقد قال المسيح الموعود بمنتهى الصراحة إن عهدي سوف يبقى في طيات الضباب وهذا هو المقدر لبعض الوقت وسيأتي زمان حين تكون قدمي على منارة بيضاء وسيراها العالم كله بس الحمد لله کہ ہم اس دور میں داخل ہو رہے ہیں نحمد الله تعالى على اننا الان داخلون في تلك الفتره التي تتحدث النبوءات القديمه جدا عن بدايتها ان شاء الله یہ باتیں باقی پھر کل شروع کریں گے اب میں سوف نتطرق الى هذا الموضوع غدا باذن الله اما الان فاعود الى مواضيع مختلفه اجتمعت عندي في وقت واحد سب سے پہلے ایک شکوہ ملا ہے پاکستان سے وہ ہمارے ایک دوست ہیں أولا قد بلغتني الشكوى من باكستان حول
نكتة حكيتها البارحة أو أول البارحة، وقلت أثناءها أن في بلدنا عادة سيئة جدا مبنية على الجهل، إذ إن بعض السيئات تنسب إلى بعض الفئات العرقية بوجه خاص، وتعتبر الصفات المعينة خاصة ببعض الفئات الاجتماعية، وهذه العادة السيئة توجد في المزارعين في مجتمعنا بوجه خاص، إذ إنهم ينسبون كل نكتة تحتوي على حمق وغباء إلى النساجين، أو إذا كان النقاش حول أمور دينية نسبوه إلى السيخ، مع أن الإسلام لا يسمح بذلك البتة. کوئی فائدہ تمہیں نہیں پہنچا سکتا تھا بیان کر کے اس کے خلاف ولكن لما كانت النكتة منسوبة إلى النساج، لذا أقول حول هذا الموضوع ما يدور في خلدي بهذا الصدد، وأقول ما هو مبني على القرآن، ولكن أقول أولا بأن في قلبي حماسا شديدا حول هذا الموضوع، أن الأمم التي تهين الفئات التي كانت سببا لتقدمها وازدهارها تواجه الإهانة والخزي بنفسها، يجب أن تفهم هذه النقطة جيدا. أما التفوق العرقي فهذا جهل بحت يجب أن يوضع له حد، ولكن الناس لم يفهموا هذه الرسالة. فيقول أحد النساجين بقلب متألم بأن أصحاب الأراضي والعقارات في جواري كانوا يستهزئون بي مسبقا، أما الآن فقد ازدادوا استهزاء وقد آذوا قلبي كثيرا، مشيرين إليكم بأنكم قلتم إن النساجين حمقى. أقول إن هذا إلا ظلم عظيم، عليهم ألا ينسبوا هذا الإسم إلي، إذ قد قلت بكل صراحة أن هذه الظاهرة تعارض تعليم الإسلام بشدة، وهذا ما أعترف به أمامكم أننا من عرق المغول. ولكن المسيح الموعود عليه السلام يقول بأنه فارسي الأصل، ويمكن أن يفسر هذا الكلام بأن المغول قد استوطنوا إيران في وقت من الأوقات، وكلا الأمرين صحيح في آن معا، ولكن المسيح الموعود يقول بكل صراحة إنه من الممكن أن يكون خطأ ما قد حصل، إذ نحن من أصل فارسي في الحقيقة، كانت هناك كنية في عرق المغول وهي بيك، والمنتمون إليه يعتبرون فئة عليا. لقد تمت الزيجات من عائلتنا في أخرى أيضا بمن فيهم عرق بتان وعائلة السادات، فمثلا كانت أمي من السادات، وكذلك أم سيدنا المصلح الموعود كانت من السادات أيضا، كذلك زوجة السيدات من عائلتنا في عائلة شودري أيضا، فمثلا أختي متزوجة في هذه العائلة. فأقول لأجور خاطر هذا الأخ بأن الفئات التي تعتبر محترمة جدا وذكية جدا يوجد من بينهم أيضا أغبياء بشدة، حتى يحتار الإنسان بسماع قصصهم، ويكون الصعليك في العائلات الشريفة أيضا لدرجة يصبحون مضرب المثل في محيطهم. فهناك أغبياء في المغول وكذلك في السادات وفي أقوام أخرى أيضا مثل البتان وغيرهم، عندما يقوم أحدهم بغباوة مثلا تنسب إليه بصفته الشخصية ويقال إن فلانا غبي جدا، ولكن إذا صدر الحمق من نساج مثلا أو ممن ينتمي إلى فئة عرقية مثلهم يقول الناس انظروا كم هو ملئيم وكم هو غبي، بل الفئة العرقية التي ينتمي إليها كلها غبية. فكل الكلام من هذا القبيل نابع من الجهل في الحقيقة، ووجوده في الجماعة الإسلامية الأحمدية اسم كبير، وقد وطئ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور السيئة والخبيثة كلها تحت أقدامه، وقد داس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور السيئة والخبيثة كلها تحت أقدامه يوم حجة الوداع. ولو تطرق إلى قلوبنا ما داسه النبي صلى الله عليه وسلم تحت أقدامه إلى الأبد لكانت قلوبنا لئيمة. فلن يعتبر الناس المنتمون إلى فئات اجتماعية دنيا لئاما، بل ستكون القلوب التي تعتبرهم كذلك هي اللئيمة إذا تطرقت إلى ما داسه النبي صلى الله عليه وسلم تحت أقدامه. إني أعتذر إلى هذا الأخ الذي رفع شكوى، وإلى جانب ذلك أريد التوضيح بأني كنت قلت حينذاك بأن هذه الأمور يجب أن تمحي من أذهان الناس، ولكن النكات من هذا القبيل شائعة بين الناس سلفا ولا يمكن أن تختفي من أذهان الناس بإخفاء اسم شخص معين بهذا الصدد، فكان من الأفضل أن أذكر الاسم وأمنع الناس من هذا التصرف. كذلك نرى أن بعض الفئات التي تعتبر أدنى
في المجتمع من غيرها، يوجد فيها أيضا أذكياء ومحترمون جدا وذو أخلاق عالية وأتقياء وصالحون وذو ضمير وذهن متقد. إذن فهذه الأمور توجد في كل قوم وفئة. لقد ذكرت كل هذا حتى لا تطول معاناة هذا الأخ الذي أرسل شكوى. إن للآية قيد البحث علاقة بالآية. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وسأتطرق لهذا الموضوع غدا بإذن الله. تقول التقارير الواردة من طوكيو اليابان إن النشاطات الجماعة لإغاثة المنكوبين بالزلزال هناك جارية على خير ما يرام، ونرى مشاهد إشادة الأمة اليابانية بنشاطاتنا بشكل مذهل. إنهم كرماء جدا ولا يشكروننا فقط بحب وتقدير كثير، بل يساعدوننا عمليا أيضا في نشاطاتنا ويظهرون ذلك على صعيد عملي. الأمة اليابانية تتحلى بهذه الميزة والأخلاق بشكل عام، ولكن الفرق هو أن تلك الأخلاق هي سطحية نسبيا وليست متأصلة في وجود الله تعالى. فعلينا أن نجعل أخلاقهم هذه مستديمة، وعندما نقوي علاقاتنا بهذه الأمة فسنأتي بهم إلى الله تعالى رويدا رويدا، لأنه لا يوجد لديهم تصور عن العلاقة الشخصية بالله تعالى. غير أن فكرة العلاقة بالأرواح موجودة عندهم، توجد فيهم فكرة العلاقة مع الملك واعتبارها العلاقة مع الله. ذات باري تعالى سے ذاتي تعلق کا کوئی مضمون دکھائی نہیں دیتا، ولكن لا توجد فكرة العلاقة مع البارئ تعالى، فيجب أن نضيف هذه الفكرة إلى خدماتنا هناك ونخبرهم بأننا أيضا بشر مثلكم. بل جئنا من قوم يبدو متخلفا مقارنة بكم بقرون من حيث الأخلاق، ولكن هناك من أخذ هذا التراب في يده وحوله ذهبا، والصفات التي ترونها فينا يعود فضلها إلى القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم الذي ببركة تعليمه خلقت فينا هذه التغيرات الأخلاقية العظيمة. لا أقصد أن تخاطبوا كل واحد بهذه الطريقة، بل يجب أن تضعوا هذا الأمر في الاعتبار وتوضحوه بالحب والتودد حيثما وجدتم فرصة أو شخصا جاهزا لقبوله. یہ اس طرح ہر ایک کو لیکچر دینا تو میری مراد نہیں ہے، اس مضمون کو ذہن میں رکھیں اور حسب موقع جہاں بھی کوئی قبول کرنے کے مزاج میں ہو وہاں پیار اور محبت سے ان باتوں کو بیان کیا جائے۔ کہتے ہیں ٹوکیو کے ٹی بی ایس ٹی وی نے، يقول التقرير الوارد إلي إن التلفاز المحلي الياباني تي بي اس تي في سجل مقابلة مع متطوعي الجماعة وقد زار عضو البرلمان السيد ساكي سوكي إيدا مخيمنا برفقة زوجته وأشاد بعمل المتطوعين. كذلك جاء صاحب شركة كي دي دي اليابانية وقدم للمتطوعين هاتفا محمولا هدية إشادة بعملهم، ويمكن الاتصال بهذا الهاتف داخل البلاد وخارجها مجانا. هر جگا اس فون سے جو بھی فون ہو سکتا ہے اس پہ کسی کوئی خرچ بھی نہیں دینا پڑے گا، یہ ایک مفت ہے۔ یہاں تک کہ شیل کمپنی نے اپنے پمپ کو ہدایت کی ہے کہ جو بھی احمدی گاڑی رضاکاروں کی تم سے پیٹرول ڈلوا۔ وكذلك اوسط شركه البترول غریب نمونے ہیں وہاں ان کے شیل احسان مندی کے محطتها الا تتقاضى النقود من اي سياره تابعه للمتطوعين الاحمديين، لانهم يعرفون ان الاحمديين لن يسيئوا استخدام هذه الخدمه. هناك أمثلة غريبة وعجيبة لامتنانهم، ولكن حين نقوم بالخدمة في باكستان يلاحقنا المشايخ ويقولون للناس إن الاستفادة من خدمة الأحمديين حرام مطلقا، بل يجب أن تضربوهم وترفعوا ضدهم القضايا الزائفة في المحاكم، وقد رفعت القضايا فعلا على أطبائنا الذين قاموا بالخدمة التطوعية واعتنوا بالمرضى المنكوبين، حيث قال المشايخ إنها إساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك لا يتماشى مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
وقولهم هذا لغو تماما، لأننا تعلمنا كل شيء من أسوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسوة التي تلمع في كل مكان. ولكن هؤلاء القوم يرفعون القضايا ضدنا ويطالبون بشنق الأحمديين لأنهم يسيئون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يذهبون إلى بيوت المرضى المنكوبين ويعالجونهم هناك. ولكن انظر إلى أهل اليابان، كم هي فطرتهم سليمة، إنهم يقومون بتصرفات عجيبة تترك الإنسان في حيرة من أمره، إذ قد أعطوا التعليمات لمحطات الوقود بألا تتقاضى النقود من الأحمديين إذا ملأوا سياراتهم بالوقود. انظروا إلى ثقتهم بالجماعة، إنهم يعرفون جيدا أن الأحمديين لن يسيئوا الاستخدام. لو أعطيت هذه السهولة لغير الأحمديين لاجتمعوا هناك ولا أخذوا الوقود من ناحية وباعوه من جانب آخر. وقد تأثر المساعدون الألمان والهولنديون أيضا كثيرا بخدماتنا، وينضمون إلى متطوعي الجماعة ويقولون: المتعة التي نحصل عليها بالعمل معكم لا نجدها في أي مكان آخر. فهناك أمثلة مشجعة جدا وكثيرة تتراءى في هذا المجال. يقول التقرير بأن متطوعا يابانيا اسمه مي يوشي يجتهد معنا كثيرا، وهو الآن يعمل نائب مسؤول عن إرساليتنا، ويزداد حبا وتوددا كل يوم. بروفيسور إن شوياما تي إس كيا بدينغ ناتسو ياما البروفيسور ناتسوما يأتي للعمل كل يوم، ويقول بأن زوجته أيضا جاءت معه مع الأولاد وتعمل في المطبخ لإعداد الطعام. والآن أعود إلى الأسئلة. ولكن لاحظوا من خلال هذه الرسالة الأولى أنه يقال أحيانا شيء ويفهم شيء آخر، ثم تقام عليه أدلة واهية، وأحيانا يقول مثل هذا الكلام أناس لا يتوقع ذلك منهم. هناك شخص قد خدم في إفريقيا كطبيب، وواجه المسيحيين كثيرا، وقد درس التوراة أيضا بدقة، ونشر له بعض الكتيبات الصغيرة أيضا. ولكن انظروا ما فهم من الدرس، الأمر غريب حقا. يقول بأنه قد تقرر عندي انطباع من خلال درسك أنه لا يمكن أن يقتل نبي فقط، مع أني لم أقل ذلك، كما لم أنسب ذلك إلى المسيح الموعود عليه السلام. هناك بيت أردي ما معناه: الأمر الذي لم يذكر في الحكاية كلها هو الذي كان شاقا على المستمعين كثيرا. أما هذا الأمر الذي يقوله هذا الأخ فلم يذكر في الزمن كله، ناهيك عن الحكاية. لقد أثبت من مقتطفات كلام المسيح الموعود بأنه ليس من المستبعد قط أن يقتل النبي، ولكن لا نعلم إلى الآن على وجه اليقين أن أحد الأنبياء قد قتل حتما. وإن قوله هذا الكلام بعد هذا التوضيح ليس إلا أنه وجد فرصة لتقديم بعض المقتبسات، ولكن يمكن أن يكون قد أخطأ في الفهم، أو يمكن أن أكون قد أخطأت أنا في البيان. ولكن ما استغربت منه هو قوله أن عيسى كان يهودي الأصل وقد بعث إلى اليهود، لذا لا يعلم أحد تاريخ أنبياء اليهود أكثر منه. خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود یہودی تھے، یہود کی طرف مبعوث ہوئے، اور یہود کے انبیاء کی تاریخ ان سے بہتر کوئی نہ جانتا ہوگا. اس کے اندر جو باتیں چھپی ہوئی ہیں میں اس کو ظاہر کروں گا. وقد اتهم قومه بقوة وشدة قتل الأنبياء. هذا هو استدلال صاحب الرسالة. وانظروا الآن كم هي أمور غير مناسبة مخفية في كلامه.
أولا من يقول إن التوراة كتاب عيسى، أما الإنجيل الذي يقتبس منه فقد نزل على عيسى عليه السلام، أما استدلاله بأنه من يعرف أحوال قومه أكثر من عيسى نفسه، لذا كلام عيسى جدير بالقبول، فهذا الاستدلال بحد ذاته غير معقول تماما، وهو الأسلوب نفسه الذي يختاره المستشرقون للاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقولون بأنه كان يعلم بهذا الأمر لذا كتب على هذا النحو. ولكن الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع من الله ثم يتحدث، أو كان يقول ما يلقيه الله تعالى في قلبه. والمعلوم أن كتاب كل نبي صغيرا كان أو كبيرا، وسواء كان كتاب شريعة أم لا، فلا يقول النبي فيه شيئا إلا ما يعلمه من الله تعالى. لذا إن التصور عن عيسى عليه السلام أنه كان من قوم اليهود، لذا كان شاهدا على تاريخهم، وقوله هو القول الفيصل بأن بعض الأنبياء يكونون قد قتلوا حتما، استدلال خاطئ تماما. وما دام القرآن قد قال مرارا تقتلون أنبياء الله، فما حاجتنا إلى العودة إلى التوراة، إذ لا بد أن نتحاكم إلى القرآن أولا. والأمر السيء الآخر في رسالة هذا الشخص هو أنه لم يعطي لبيان القرآن أهمية، وكأنه يريد القول بأنه لو لم يبين عيسى هذا الأمر لبقي هذا الحدث التاريخي مشتبها. تو یہ تاریخی واقعہ مشتبہ رہتا اور قرآنی بیان کو گویا کوئی اہمیت نہیں تھی. وكأنه لا أهمية القرآن الكريم، ولكن ما نتحدث حوله هو هل ورد في القرآن الكريم ذكر قتل الأنبياء أم لا. لم ينكر أحد أن القرآن يتناول ذكر قتل الأنبياء، والاستنباط الذي نصب إلي مرة أخرى قتل الأنبياء کا جہاں بھی ذکر ہے لازماً، فهذا أيضا خطأ تماما، أنه كلما ذكر قتل الأنبياء كان المراد منه معنى آخر وليس القتل المادي. لقد نصب إلي هذا الأمر مرة ثانية، مع أن الدنيا كلها شاهدة على أن هذا الأمر لم يخطر ببالي قط. باوجود اس کے کہ قرآن کریم کی ایک آیت سے یہ استنباط ہوتا ہے بظاہر کہ قتل الأنبياء. يقول المسيح موعود عليه السلام أيضا بأنه يمكن الاستدلال على إمكانية قتل الأنبياء من آية قرآنية، ولكن هناك آية أخرى معروفة بصدد عصمة الأنبياء، وهي ولو تقبل علينا بعض الأقاويز لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فأخذنا من فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يستنبط من هذه الآية بوجه عام بأنه لو نسب النبي صلى الله عليه وسلم الوحي كذبا إلى الله فلا بد أن يهلك، ولأنه لم يهلك ثبت أنه كان نبيا صادقا. وبهذا الصدد هناك آية أخرى يقول الله تعالى فيها وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم. یہ اللہ کا ایک رسول ہی تو ہے. إنه لرسول الله طبعا، ولكن رغم الوصول إلى قمة الرفعة لم يخرج جود الرسالة، أي وصل إلى أوج الرسالة ولكن بقي رسولا على أي حال. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ هل يحق لكم أن ترتدوا في هذه الحالة وتنقلبوا مدبرين؟ فهنا يتراءى فرق بسيط بين الآيتين. لقد شرح المسيح الموعود هذه الآيات شرحا جميلا جدا يزيل التعارض الظاهري. تشريحات فرمائی ہیں جس سے جو ظاہری تضاد ہے وہ حل ہو جاتا ہے، مگر مسلک یہ لیا ہے. وقد تبنى موقفا انه لا يثبت من الآية التي تلوتها ان قتل نبي من الانبياء مستحيل، وليس مستبعدا قط أن يقتل نبي قتلا جسديا، وليس مستبعدا أبدا أن يقتل نبي قتلا جسديا، لأن الحديث هنا لا يدور حول القتل بالمعنى الروحاني، بل الحديث في أفإن مات أو قتل يدور حول القتل المادي حتما. قتل الأنبياء قرآن کی روح سے
جسمانی لحاظ سے بھی بعید نہیں ناممکن نہیں اسے رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا لذلك فقد قال المسيح الموعود عليه السلام بالقطع ان قتل الانبياء جسديا ليس مستبعدا ولا مستحيلا من حيث القران الكريم فلا يمكن ابطاله قطعیت کے ساتھ 100% یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نبی قتل ہوا ثم يقول عليه السلام في مكان آخر لا يمكن أن نقول عن نبي بالقطع واليقين إنه قتل حتما فهذا الاستنباط واضح تماما ولا تعارض فيه إذن فصاحب هذه الرسالة يقول بأن ما استدل به المسيح الموعود بأننا لا نستطيع أن نقول جزما بأن فلانا من الأنبياء قد قتل ثم يقول بأن ما تستنبطه أنت من هذا الكلام ليس صحيحا لأن عدم العلم بشيء لا يستلزم عدم الشيء هذا تعبير شائع ونقطة معرفة موجودة وهو قانون عالمي أن عدم علم المرء بالشيء لا يعني أن هذا الشيء أو الحادث لم يحدث أصلا يقول صاحب الرسالة إن سيدنا يحيى قتل حتما ولكن كيف توصل إلى هذه النتيجة لقد أساء فهم هذا التعبير إذ استنتج منه نتيجة مختلفة تماما صحيح تماما أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم عدم الشيء ولكن إذا قيل بأنه لا يثبت قتل نبي بصورة قطعية ثم الإصرار على قتل أحد منهم تعارض واضح فقد نسي هذا الأمر وكون من عنده منطقا مشوها اس بات کو بھول کے اوٹ پٹانگ منطق ایک بنا لی ہے اور اسی مضمون پر بعض اور خط بھی ملے هناك رسائل اخرى ايضا وصلتني حول هذا الموضوع منها رساله مفصله فيها مقتبسات من حمامه البشرى وقد طلبتها من السيد دوست محمد شاهد من ربوه وقراتها بامعان ان کا مطالعہ کیا گیا ہے اور بڑے غور اور فکر کے بعد وہ نتیجہ آپ کے سامنے رکھا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان بعض الناس يتطلعون دائما الى ان يبحثوا عن التعارض في كلام الخليفه والخليفه الاخر شوق ہوتا ہے کہ ایک خلیفہ کے پہلے خلیفہ سے وبين كلام الخليفه وكلام النبي وكذلك بين كلام الانبياء الاخرين ايضا ایک نبی کے دوسرے انبیاء سے تضادات ڈھونڈتے رہیں اور ایک نبی هذا موضوع عميق جدا یہ جو مضمون ہے یہ ایک بہت ہی گہرا مضمون ہے اس کی طرف مجھے یاد کرانا آخر پر میں آ کر کچھ بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ جماعت سأقول شيئا حول هذا الموضوع في نهاية حلقة اليوم لكي متنبه کیا جائے تتجنب الجماعة الأمراض الداخلية غور کرتے ہوئے یہ مضامین لقد لاحظت هذه الأمور في طبيعة الناس بدقة لازم ہے وهي هامة جدا ولا بد من شرحها للجماعة ساری عمر اپنی گوا دی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی انظر ما فعله اللاهوريون لقد هدروا جل حياتهم في البحث عن التعارض بين كلام المسيح الموعود وكلام الخليفة الثاني لقد انتهج بعض العلماء هذا النهج فلم يبق بينهم وبين الخوارج إلا فرق بسيط جدا قبل أن يحمل القرآن على أسنة الرماح لذا لابد من استيعاب هذه الأمور جيدا لا أقول ذلك نتيجة غضب أو سخط بل لأني أرى أن هذه الجراثيم تنم عن الأمراض ولكن ليس في كل الأسئلة هناك أسئلة كثيرة تكون مبنية على التقوى تماما وتطرح بعد الاستغفار والتسبيح وتكون نابعة عن التقوى فهناك صفتان تتميز بها الأسئلة الواردة أولاهما صفة إبراهيمية فيجيب الله أولاهما صفة إبراهيمية فيجيب الله عنها أولم تؤمن هنا قال أمير المؤمنين السكرتير الخاص بأنه يجب استخراج الآية بكاملها إذ لا يجوز أدنى تساهل في الآية القرآنية مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو جو پوچھ رہا ہے مجھ سے کہ مردوں کو کیسے زندہ کیا جائے گا تو ایمان نہیں لاتا
تقول الآية وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وهذا يعني أنه يمكن طرح الأسئلة من أجل الطمأنينة والقلبية مع الإيمان أيضا وهذا كان دأب الصلحاء والأنبياء دائما بأنهم حين كانوا يسألون كانوا يفعلون ذلك طلبا لاطمئنان قلوبهم وعلى النقيض من ذلك تبين أيضا من التاريخ أن بعض الأسئلة تطرح لبيان التعارض بين بعض المقدسين أو بين عباد الله بوجه عام المعارضة التي قام بها أهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم كان سببها عائدا إلى أنهم قالوا بأن التوراة تقول شيئا وأنت تقول شيئا آخر جو أهل الكتاب کی طرف سے ہوئی ہے اس کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ تم جو کہتے ہو وہ اور باتیں ہیں فمن ناحية تصدق التوراة ثم تكذبها من وجه آخر لذا لا نستطيع أن نقبلك نبيا ثم ماذا حدث مع عيسى عليه السلام قيل له بأنك تقول كلاما يعارض بعضه بعضا فمن ناحية تقول بأن إيليا صعد إلى السماء وتؤمن بأن التوراة كانت صادقة ومن ناحية أخرى تقول إن يوحنا هو إيليا سأذكر هذا الموضوع فيما بعد على سبيل النصيحة الآن أعود إلى مقتبسات المسيح موعود عليه السلام التي أرسلت إلي وأريد ويريد المرسل أن يقول ضمنيا ما هذا الذي تفعله ألا تعلم ما قاله المسيح الموعود عليه السلام إذ تقدم مسلكا يخالف مسلك المسيح الموعود عليه السلام ويتصادم معه فمن هذه الناحية يصبح هذا القائل مرتكب جريمة إظهار التعارض بين كلام المسيح الموعود نفسه لا يستطيع أن يرى التعارض بيني وبين المسيح الموعود عليه السلام لأن هذا غير ممكن بتاتا وأستطيع أن أثبت بالتعمق في الموضوع أنه لا يوجد هناك أي تعارض وإن بدا كذلك ظاهريا لقد قام المسيح الموعود عليه السلام بالخدمة لسيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم كذلك أنا مأمور بخدمة المسيح الموعود عليه السلام بالطريقة نفسها والمراد من المأمورية هنا هو كما يخدم الخادم سيده فالأساليب التي أستخدمها في حرب الإسلام العالمية فقد تعلمتها من المسيح الموعود عليه السلام وهي مأمورية وہ حكم والی مأموریت نہیں یہ وہ مأموریت ہے جس پر ہر خادم مأمور ہوتا ہے فلا ينشأ سؤال التعارض بل لا يمكن أن تصل نظرة المعترض إلى عمق ما قرأت به كلام المسيح الموعود عليه السلام وما وجدته من نعم من كلامه ولا يمكن أن يتصور هؤلاء الناس مدى ما قرأت به من علم الكلام المسيح الموعود عليه السلام طرز حرب یعنی غیروں سے لڑائی کے انداز کو میں نے سمجھا ہے وہ ان واساليبه في النقاش مع الاخرين لان هذه الاشياء تقتضي حبا غير عادي وهذا الحب لا ينشا نتيجه المشيخه المحضه بل هذا النوع من المشيخه يؤدي الى العناد اور ملائیت کے مختلف درجے ہیں جب انتہا کو پہنچ جائے تو بڑی ایک بیہودہ سی چیز گندی سی چیز بن کے ابھرتی ہے ثم هناك مدارج مختلفة للمشيخة وعندما تصل منتهاها يظهر منها شيء مكروه ويثير الاشمئزاز تماما وهناك مدارج للمشيخة ومدارج للحب أيضا عند كل شخص فعلى الجماعة أن تتقدم في الحب وليس في المشيخة وإذا رأيتم بنظر الحب ما وجدتم تعارضا بين كلام أحد عباد الله مع عبد الله الآخر وإذا وجد أحد مثل هذا فهو يستغفر الله تعالى ويدعوه فيحل الله له مشاكله پوچھتے جیسے حضرت ابراہیم نے پوچھا تھا کہ اے خدا بتا مجھے مردے کیسے زندہ کرتا ہے وعندما يسأل مثل هذا الشخص فهو يسأل كما سأل إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى ثم يقول بأني أسأل ذلك طلبا لاطمئنان قلبي وليس إلا التعارض الذي نسب إلي لو قبل استدلال هذا المعترض لكان هناك تعارض واضح بين كلام المسيح الموعود يقول هذا المعترض بأنك تقول بأن هناك إمكانية لعدم قتل يحيى بصورة يقينية وأنك تنكر القول بأن يحيى عليه السلام قتل حتما
لقد وضح المسيح الموعود عليه السلام في استدلاله أن علاقته مع سيد أحمد البريلوي علاقة الإرهاص، أي الذي يسبق مجيء أحد، وتلك هي علاقة المسيح الناصري عليه السلام مع يحيى عليه السلام، فإن قتل الاثنين يوحي أن هناك تشابها بينهما. هذا ما كتبه المسيح الموعود، فكيف يمكن القول إذن إن قتل يحيى لا يثبت بالقطع؟ فمن ناحية ورد هذا، ومن ناحية أخرى قال أيضا بأنه لا يثبت بالقطع قتل نبي من الأنبياء، فأنت الذي تثبت التعارض بين كلام المسيح الموعود ولست أنا. کسی نبی کا یقینی طور پر قتل ہونا ثابت نہیں، تو اب بتائیں تضاد کہاں ہو گیا؟ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک قول کا دوسرے قول سے تضاد آپ ثابت کر رہے ہیں، میں نہیں. ولا تستطيع ان تثبت التعارض بين كلامي وكلام المسيح موعود عليه السلام. واذا قيل انه لا يثبت قتل نبي ثم قيل انظروا فقد قتل فلان أيضا، لذا أنا مسيح موعود وهو إرهاصي، فسوف يبدو أن هناك تعارضا بين الكلامين. تضاد دکھائی دے گا، اس لیے اس کا معنی وہ جو عمومی دلائل کا انداز ہے تبھی سمجھ آئے گا جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جہاد کے. ولن تفهموا أسلوب الأدلة العامة إلا إذا اطلعتم على أسلوب الجهاد للمسيح الموعود عليه السلام، واطلعتم على مناظراته التي عقدت مع الآخرين، واطلعتم على أسلوب جهاد الأنبياء، واطلعتم على أسلوب مخاطبة القرآن الكريم الأغيار، عندها فقط تعلمون أنه لا يوجد هناك تعارض، بل هناك مضمون آخر. ما أكد عليه المسيح الموعود عليه السلام هو أنه لابد أن تكون هناك مماثلة يقينية بيني وبين المسيح الموعود عليه السلام، وإلا لا يمكن أن أكون مثيل المسيح. مسیح کی مماثلت نہیں رکھتا مسیح سے، ورنہ میں کوئی مماثلت نہیں رکھوں گا، اس کا مثیل نہیں کہلا سکتا. اس لیے قطعی طور پر لازماً اہم امور میں لذا لابد ان تتحقق بعض انواع المماثلة المهمة. فرماتے ہیں اس مضمون کو اتنا، ولكن يقول حضرته عليه السلام بأنه لا يمكن التوغل في موضوع المماثلة إلى حد كبير، حتى يقال بأنه لابد أن أعلق أنا أيضا على الصليب كما علق هو، وأضرب أنا أيضا كما ضرب هو، وكما ألبس إكليل الأشواك يجب أن ألبس به أنا أيضا. فقال عليه السلام ليس هذا هو المراد من المماثلة، بل يجب أن تكون هناك شواهد قاطعة يضطر إلى قبولها مماثلة كل ذي فطرة سليمة. هذا هو مضمون المماثلة، وهو الغالب في هذه الأسئلة كلها التي أتحدث عنها، وقد طلبت من بعض الإخوة أن يحققوا فيها أكثر. وهناك أمر آخر أيضا يتعلق بزكريا عليه السلام، وموضوع من هو فرعون موسى، لأنني أرى أن الأزمنة التي ذكرت بهذا الصدد منها زمن يشير إلى الزمن بين موسى وعيسى عليهما السلام، كمثل الزمن بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام. فإذا قبلنا ذلك فمن سيكون فرعون؟ وإضافة إلى ذلك هناك أمور عديدة سأذكرها لاحقا. يظن بعض الناس أني أذكر ذلك لبيان نقطة علمية فقط، ولكنهم لا يدرون مجال الخدمة التي أقوم بها. الحق أنني أضطر أحيانا بعد مطالعة دقيقة وعميقة إلى أن أختار المسلك الشائع والمقبول بوجه عام، ولكن شيوع مسلك معين منذ 1400 عام ليس دليلا قاطعا على أنه مسلك صحيح. ہرگز اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ لازماً درست ہوگا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک لمبے عرصے تک كان المسيح الموعود عليه السلام ايضا يعتقد بحياة المسيح ورفعه الجسدي الى فترة طويلة، وبقي على هذا الحال رغم فراسته المتقدة وتلقيه الالهام الى ان اخبره الله تعالى بالوحي المتكرر ان هذا الاعتقاد خاطئ فاتركه، لأن المعتقد الذي ذكر في القرآن هو غير ذلك. فالشخص الذي كان يتلو القرآن ليل نهار لم يفهم هذا الأمر، ولكن لما أراه الله إياه بوضوح عندها رآه، مع أن الأدلة القاطعة كانت موجودة مسبقا. إذن إن المعتقدات السائدة تجعل أولياء الله والصلحاء الكبار أيضا غافلين مؤقتا. المراد أن العلاقة بالله هي التي تفتح عيون المرء،
فلا تظنوا معتمدين على علمكم أن ما ترونه في الظاهر هو الصحيح حتما. عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض مضامین سے پردہ اٹھانے کے لیے من الممکن ان يبدا اللہ تعالی مرحلۃ جدیدہ لإماطة اللسان عن بعض المضامین الجدیدہ ويغير مسار البحوث والتحقيقات لتمثل للعيان بعض الامور المهمه لتكون آية لاظهار صدق الاسلام. هذا هو الموضوع الذي اريد ان اوجهكم اليه. حضرت زكريا اور نہ حضرت یحییٰ اور حضرت سید احمد صاحب کی مثال آپ دیکھیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو دلیل دے رہے ہیں اس دلیل کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ مماثلت ہے. اگر یہ ثابت ہو جائے انظروا الى مثال یحییٰ علیہ السلام وسید احمد. حضرت سید الدلیل الاساسی الذي يقدمه المسيح الموعود هو المماثلة. فلو ثبت أن يحيى لم يقتل وهذه الإمكانية واردة بينما يقول المسيح الموعود عليه السلام إنه لا يثبت قتل نبي باليقين ثم إذا ثبت القتل لحدث التناقض وسوف يبطل الدليل أيضا إن ثبت أن يحيى قتل والسيد أحمد لم يقتل. ولرفع هذا التناقض قلت للإخوة أن يبحثوا في الموضوع من جهتين، لذا لا يجوز أن ينسب إلي موقف حاسم حاليا. لو كنت قد تبنيت موقفا لما طلبت البحث فيه، مع أنني قلت غير مرة أن هذا الموضوع مهم ويجب البحث فيه، غير أني لا أشك أن نتيجة البحث ستثبت أحد الأمرين، إما أنهما قتلا حتما أي يحيى والسيد أحمد ولا نستطيع أن نرفض ذلك، أو بقيت ظروفهما مشتبها فيها، ولكن لابد أن تتراءى المماثلة بينهما من خلال الوقائع التي تثبت من التاريخ. مشتبه حالات کا جو ذکر ملتا ہے تاریخ میں ان میں مماثلت بھی دکھائی دینی چاہیے. فهناك أحداث مماثلة قد حدثت ينسب الغياب إلى سيد أحمد، وكذلك البحث الذي قمت به أو طلبته من الإخوة يذكر إمكانية غيابه أيضا. حضرت سيد أحمد صاحب کا کٹا ہوا تن سے جدا سر بتایا جاتا ہے کہ کہیں سے حاصل کیا گیا. يقال أن رأس سيد أحمد المبتور عن جسده قد وجد في مكان ما، وكان ذلك دليلا على قتله. الأمر نفسه مذكور في التواريخ عن يحيى عليه السلام أيضا أنه لم يعثر على جسده، بل رأسه الذي قدم في الصحن كان دليلا على قتله. ولكن هذه الحكاية تفتقر إلى المصداقية كليا، لأن الروايات الأخرى تعارضها تماما. لذا لو أخذ أحد رأسا مبتورا لشخص من السيخ وألصقه بالجثة ثم أسماه الإثبات التاريخي لا أقبل ذلك أبدا. کسی سکھ بادشاہ جرنیل کا کہیں سے سارے اکٹھا کروا کے باڈی سے جوڑ دینا، یہ اس کو کوئی تاریخی قطعی ثبوت کہے تو مجھے یہ منظور نہیں ہے. غیبوبیت جہاں تک تعلق ہے یہ وہ، اما فيما يتعلق بالغياب فالغياب لا يوجد اصلا. يجب الانتباه جيدا الى الغياب الذي ينسب الى الناس عاده. فرق کو اچھی طرح یاد رکھیں. حضرت تھانیشور صاحب ان کا کیا نام تھا ان کا جو بڑے مرید تھے ان کے؟ ہاں جعفر. كان السيد جعفر التناصري من مريدي سيد أحمد بشدة متناهية، وكان يحبه كثيرا وكان يعتقد بغيابه أيضا. غیبوبیت کے قائل تھے، لیکن یہ وہ غیبوبیت نہیں جو، ولكن هذا الغياب ليس كالذي ينسب إلى المهدي وبعض الغائبين الآخرين، كما يقال عن إلياس عليه السلام أنه غاب أيضا ورفع إلى السماء. وہ اسمان پر چڑھائے گئے. یا عیسیٰ علیہ السلام کی او كما يذكر غياب عيسى عليه السلام وانه صعد الى السماء. الغياب الذي نتحدث عنه ليس من هذا القبيل، بل يقولون بانه ما مات بل اختفى في مكان ما، وكان متاكدا من ذلك الى فتره طويله بشده، حتى كان يقول بانه كما انني متاكد من موتي كذلك تماما متاكد من حياه سيد احمد. بڑی خوبصورت کلام ہے، موت سے زیادہ یقینی بات تو کوئی نہیں ہو سکتا. هذا كلام جميل، مگر اذ ليس هناك شيء اكثر يقينا من الموت کہ زندہ رہے گا ہمیشہ.
ولكن ذلك كان كلام إنسان يائس من حياته رويدا رويدا، لذا ما كان يتصور من الغياب أنه سيعيش إلى الأبد. وعندما لم يتمكن من الاتصال به إلى فترة طويلة غير معتقده بنفسه قائلا بأنه لا بد أن أنضم الآن مضطرا إلى الذين كفتهم راجحة، أي إلى الذين يقولون بقتله، لأني لم أتلقى أي إشارة أو رسالة من السيد أحمد خلال هذه الفترة كلها، وقال بأني قد يئس بعد كل هذه الفترة من غيابه، فاضطررت إلى الانضمام إلى الفريق الثاني. اور یہ ایک پیشگوئی اس رنگ کی تھی جس رنگ میں حضرت مسیح نے یہ پیشگوئی على ایت حال كانت هذه نبوة المسيح عليه السلام بأني سأترككم وسأذهب إلى الخراف الضالة. أما هنا في حال سيد أحمد فلم يذهب إلى الخراف الضالة بل ذهب إلى قومه حتما. لقد أخبر زوجته الثانية بهذا الحدث المعروف جدا، أي حادث الاستشهاد بأني على وشك الغياب وسيأتي علي زمان حين سأغيب. انكي قطعي گواہی محفوظ ہے جس کی وجہ سے غیبوبیت کا عقیدہ چلا ہے. ہمارے بعض ایسے احمدی مخلصین ہیں جن کو کافی شوق ہے علمی تحقیقات کا، وہ کر کے مجھے بھی بھیجتے رہتے ہیں. وشهادة القاطع موجودة في هذا الصدد، وبسبب ذلك استمر هذا المعتقد. هناك بعض الأحمديين المخلصين الذين يرغبون في البحوث العلمية بشدة، وهناك بعض آخرون ليسوا على مستوى أعلى من العلم ولكنهم أيضا يرغبون في البحث، وعندما لا ينالون التشجيع من أي مكان يرسلونه إلي فأقرأه وأستفيد منه وأشجعهم. تو چونکہ بعض سے ان کو دلداری نہیں ملتی اس لیے مجھے بھیج دیتے ہیں اور میں پڑھتا ہوں، متاثر ہوتا ہوں، ان کو کی پیٹھ ٹھونکتا ہوں کہ شاباش بہت اچھا کام کیا ہے. تو اس سلسلے میں بھی ومنهم السيد مقصود احمد ربما يعمل في بنك يو بي ال في ربوة، أرسل إلي بحثه عن يحيى عليه السلام وقال بأني أخاف المشايخ لذا أرسله إليكم. اور اس میں انہوں نے بعض بڑے اچھے نکات بیان کیے ہیں. یہ مضمون درس کے بعد میں نے پڑھا ہے اور درس کے بعد اس کے نکات. وقد استخرج نکات جمیلة جدا ويمكنني ان اقدم لكم بعض النکات من بحثه، وقال بانه سوف يرسل الكتاب بكامله فيما بعد، وعندما يصلني الكتاب سوف اقتبس لكم منه. کتاب میں بھیجوں گا آپ کو، میں لکھ چکا ہوں پوری کتاب، تو جب آئے گی تو پھر انشاءاللہ آئندہ اس سے استفادہ کر کے قابل ذکر باتیں آپ سے بیان کروں گا. یہ جو ہے خط یہ ہے دمشق سے آیا ہوا ہے؟ نہیں، اچھا روچسٹر سے. ہاں، ڈاکٹر نصیر طاہر، ڈاکٹر نصیر طاہر روچسٹر سے. یقول دکتور نصیر احمد من روچسٹر من بریطانیا ان فی حیازته کتابا فیه ذکر سید احمد الشہید المفصل، اس میں جو خاص قابل ذکر بعض باتیں ہیں میں بیان کرتا ہوں کہ مولانا. اذکر لكم النقاط المهمة منه. لقد جاء فيه ان السيد يحيى العظيم آبادي كان يردد في حق سيد احمد ابياتا بألم شديد في مكان الشنق، پیغام درد کا کہنا مفادها يا نسيم الصبا بلغ اليه رسالة أليمة واسأله متى ستأتينا فقد طال الانتظار. لقد سمعت هذه الأبيات أول مرة من حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه، إذ حكاها لي أثناء الحديث في هذا الموضوع، وهذا كلام بليغ قاله السيد مير درد بهذا الخصوص. مولوي محمد جعفر صاحب ثانيسري مصنف سوانح أحمدي وتاريخ المولوي محمد جعفر التنيسري مؤلف سوانح أحمدية تاريخ عجيب، تذكر نگار اور واقف حال تھے، الذي كان مؤرخا كبيرا للسوانح سيد أحمد وكان مطلعا على أحواله جيدا، يقول في إحدى رسائله إلى أبيه المرحوم الشيخ عبد الحي: بيعت حضرة السيد أحمد من خلال عائلة من بطني، وقد حصل لي شرف اللقاء مباشرة مرة في مكان الشنق، وهو مذكور في الصفحة 26 من تاريخ عجيب، ومرة أخرى عند إطلاق سراحي
عام 1300 هجرية، وإنني متيقن من حياة المرشد وظهوره كيقيني بمماتي. لقد نال المولوي حيدر علي وابنه شرف اللقاء عام 1202 هجرية. لقد مات المولوي حيدر علي بعد ذلك ببضعة أشهر غير أن ابنه موجود. ثم يقول بعد ذلك: وتاريخ هذه الرسالة يعود إلى عام 1892 ميلادية. یہ ماہ فروری 1892 کا خط ہے، ماہ فروری 1892 کا. ارمغان احباب میں والد مرحوم، لقد قال والد المرحوم في كتاب ارمغان الاحباب، یہ روایت کی ہے بسند صحیح، وكذلك الشيخ مظفر حسين السبقاني بأني سمعت من سيد احمد 10 امور وقد تحققت 9 منها وبقي واحد اي غيابه. يقول بأن 9 قد تحققت تماما، وبأنه سمع من والده المحترم بنفسه بأنه سيغيب في النهاية. ذكر سنا تھا کہ آپ آخر پر غائب ہو جائیں گے. کہتے ہیں والد صاحب مرحوم نے حضرات دیوبند کے، ويقول بأن والد المحترم أبدى بهذا الرأي عند استفسار الإخوة من ديوبند، فوافقوا على ذلك وقالوا بأنه لا شك أن السيد أحمد تنبأ بهذا الموضوع، ولكن ما زال هنا اشتباه في الموضوع، بمعنى أنه لا شك في النبوة ولكن هناك شك في تحققها، بأنه هل حدث كما قال تماما أم لا. مولوي محمد جعفر صاحب ثانیسری نے سوانح احمدی میں، لقد ذكر المولوي محمد جعفر التنصري مؤلف سوانح أحمدي بأن هناك روايات كثيرة بصدد حادث حدث في مدينة بالاكوت، وتقول بأن أناسا كثيرين رأوا سيد أحمد ورفقاءه بعد حادث بالاكوت، ولا شك أن هناك اختلافا في استشهاده وغيابه منذ البداية، وكان الناس منقسمين في هذا الأمر إلى قسمين. أما الآن فبدأت فكرة الغياب تزول من أذهان الناس بعد مرور أكثر من 60 عاما. إن زوجة سيد أحمد الصورة التي بين أمامها نبوءة عن غيابه قبل معركة بالاكوت، وكذلك كثير من أقاربه وأهل القافلة كانوا يقولون بغيابه، ولكن معظم الناس في الهند والبنجاب يرجحون كفة الاستشهاد، وهذه كلها إمكانيات وليس بحثا يقينيا. أكثر آدمي بل شهادت کو غلبہ دیتے ہیں، بس امکان کی بحث ہو رہی ہے، یقین کی کہیں کوئی بحث نہیں ہے. بس اگر یہ ثابت ہو جائے، فلو تبين أن قتل يحيى أيضا ليس ثابتا بالقطعية، بل ظروفه أيضا غامضة مثل الظروف المشتبهة المتعلقة بالسيد أحمد، ففي هذه الحالة لن يكون في ذلك معارضة للمسيح الموعود عليه السلام، بل تأييد له تماما، وسيكون تأييدا للمقاصد العظيمة. التي بينها بأنه إذا كان قد قتل وثبت القتل فستثبت المماثلة بين الاثنين كالإرهاصين. أصل دليل ہے إرهاص، إرهاص کی مماثلت ایک طرح سے ہوئی ہو یا دوسری طرح سے، یہ ثانوی باتیں ہیں. وإن لم يثبت القتل فلن يثبت قتل كليهما، هذا هو الدليل الأصلي الذي قدمه المسيح الموعود عليه السلام، سواء كانت مماثلة الإرهاص من جانب واحد أم اثنين، فهذه أمور جانبية، ولكن هذا السائل لا يفهم هذه الأمور بأن ذلك لا يؤدي إلى معارضة كلام المسيح الموعود، وإذا قرأ ما كتبه لرأى أنه قال شيئا مرة ثم عرضه في مكان آخر. إن المسيح الموعود كان قائدا ناجحا في هذا العصر الذي أقامه الله تعالى، والأسلحة التي استخدمها في الجهاد لم يفهمها كثير من الأغيار وتعثروا. ولكن هناك بعض الأحمديين أيضا الذين لم يفهموا، فنشأت جماعة غير المبايعين نتيجة لذلك. لقد بين المسيح الموعود عليه السلام
بعض الأمور عن النبوة في مكان ثم بين الأمور نفسها في مكان آخر بأسلوب آخر، وكانت مبنية على مفاهيم دقيقة ولم يكن فيها أدنى تعارض، ولكن الناظرين بالسطحية رأوا فيها اختلافا لدرجة أن هناك جماعة مستقلة تقدم اقتباساته وتقول: انظروا كيف يقول ميرزا محمود أحمد ما يخالف المسيح الموعود عليه السلام. وقالوا إن هناك اختلافا كبيرا بين القولين، مع أن ما قاله الخليفة الثاني كان مبنيا على معارف دقيقة بينها المسيح الموعود عليه السلام حيثما أنكر النبوة. وبأي معنى أنكره؟ فقد فحص الخليفة الثاني هذا الأمر بدقة، وعليه تبنى موقفا كما أفعله أنا الآن، وأؤيد ما قاله المسيح الموعود عليه السلام، وأبين أنه حينما قال المسيح الموعود عليه السلام بأن هذا دليل في حقي، إذ قد تحققت المماثلة بين الاثنين، إذ قتل الاثنان وصار ذلك دليلا في حقي كونهما إرهاصين. والمراد من ذلك أن التركيز هو على المماثلة كإرهاص وليس على القتل، غير أن هناك تركيزا على القتل إلى حد أن عامة المسلمين كانوا يعتقدون بقتل الاثنين، وفي بعض الأحيان تقدم مسلمات المخاطب استدلالا. وبعض الناس لا يفهمون هذا الفرق الدقيق ويقفزون فورا ويقولون بأنك خالفت كذا وكذا. إن إبراهيم عليه السلام أيضا قال نظرا إلى الحكمة الآنية مشيرا إلى النجم الطالع: هذا ربي. فهل هذا يعني أنه صار مشركا مؤقتا؟ والعياذ بالله، بل كان ذلك أسلوب استدلاله، إذ قال بأن ما تزعمونه إلها لنفترض جدلا أنه إله. وهكذا تقدم بعض الأحيان معتقدات المخاطب مؤقتا، وكأن القائل أيضا يعتقد بها، ويكون المراد من ذلك أن الأمر ليس كذلك فقط، بل هناك أمور أكثر من ذلك. مگر یہاں اس سے زیادہ معاملہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو حالات حضرت یحییٰ کے معلوم ہوئے تھے یا حضرت إن صوانح يحيى عليه السلام وسيد أحمد التي تم الاطلاع عليها في زمن المسيح الموعود عليه السلام كانت كفتها راجحة إلى استشهاد الاثنين، ولكن ذلك لا يثبت كاستدلال أن المسيح الموعود عليه السلام كان يؤمن أن يحيى عليه السلام قتل حتما، مع أنه يقول على وجه اليقين إنه لا يثبت قتل أي نبي. كسي نبي کے قتل کا کوئی ثبوت نہیں. یہ باتیں سمجھا رہا ہوں اہل علم کو. أوضح هذه الأمور لأهل العلم لكي ينتبهوا عند التفكير في أمور دقيقة وإمكانيات مختلفة. لقد قدم المسيح الموعود عليه السلام أدلة مختلفة ومتنوعة في حربه العالمية التي يحاربها في سبيل شرح مضمون النبوة ومضمون وفاة المسيح وإثبات صدقه أيضا. ولكن بعض الناس يرون في ذلك تناقضات. لقد نشروا كتبا حول هذا القبيل من التناقضات، ولكن سلسلة هذه التناقضات سوف تهلكهم، لأنها تنم عن مرض خطير جدا. الجدير بالانتباه هو أن الذي عين خليفة المسيح وإن كان قليل العلم لن يقول شيئا أبدا يعارض موقف المسيح الموعود عليه السلام، ولن يقول شيئا لإبراز علمه ونفسه فيقول مثلا بأن المسيح الموعود عليه السلام كان مخطئا في ذلك والعياذ بالله. هذه فكرة ملعونة ناتجة عن قلة الفهم، بل تنم عن مرض في القلب، وعندما يتفاقم هذا المرض ينتج عنه إنكار الأنبياء. القرآن الكريم نے ایک جگہ اس مضمون کو یوں باندھا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور نبیوں کے درمیان. ولقد ذكر القرآن الكريم هذا الموضوع بصورة تأنيب للذين يفرقون بين الله وأنبيائه. من يفرق بين الله وأنبيائه إلا الذين يقولون بأنه يقول ما يتعارض مع كلام الله؟ فيقول الله بأن الذين يفرقون بين الله ورسله هم جاهلون وظالمون. ثم تتقدم هذه السلسلة طويلا، وهذا ما يفعله الكفار والمنافقون على حد سواء. جو واضح کفار ہیں وہ بھی حرکت کرتے ہیں اور جو منافقین ہیں
وہ بھی یہی حرکت کیا کرتے ہیں. اما الذين ليسوا منافقين بل يملكون علما سطحيا فقط ويعتبرون انفسهم علماء كبارا فيرتكبون الخطا نفسه على غير قصد منهم. ليس بسبب النفاق بل الأنانية والاعتزاز بالعلم يوقع الإنسان في مثل هذا الخطأ أحيانا. وعلى النقيض من ذلك هناك الأتقياء وأهل الله والمتواضعون الذين حين يرون تعارضا ظاهريا يستغفرون الله ويدعونه فيحل الله لهم المواضيع الصعبة. الله تعالى خود ان مشكل مضامين کو ان پر حل کر دیتا ہے یا جس کی طرف سے ان کو یہ خیال ہو کہ شاید اس کو سمجھنے میں غلطی لگی ہو اس کو بڑے انکسار کے ساتھ متوجہ کرتے ہیں کہ یہ پہلو بھی دیکھ لیجئے. او يقدمون الامر بكل تواضع الى الذي يظنون انه اخطا في ذلك ويقولون نرجو ان تنظر في هذا الامر ايضا. هذا ما يفعله معظم العلماء في الجماعه الذين يملكون علما راسخا. لذا لا ارى ان هناك فتنه. اکثر احمدی علماء بھاری اکثریت جو حقیقی اور ٹھوس علم رکھتے ہیں ان کا یہی مسلک ہے. اس لیے مجھے اللہ کے فضل سے کوئی فتنہ دکھائی نہیں دے رہا. اس لیے جماعت ہرگز نہ گھبرائے کہ کوئی فتنہ پیدا ہو چکا ہے. ولا حاجة إلى القلق والظن بأن هناك فتنة تطل برأسها. حضرت مسلم موت کے زمانے میں ایسے فتنے پیدا ہوتے رہے اور حضرت خلیفۃ المسیح اول کے زمانے میں ایسے فتنہ پیدا ہوتے رہے. ولكن هذه الأمور التي أدت إلى الفتن من قبل وذكرياتها مؤلمة. لقد حدث مثل هذه الفتن في زمن المصلح الموعود رضي الله عنه وفي زمن الخليفة الأول رضي الله عنه أيضا. والذي كان الدافع وراء هذه الفتن فقد قطعه الله من الجماعة ولكن قطع آخرون أيضا معه وباءوا بالخسران. جو اس زمانے میں ہمیں نظر آتا تھا کہ دل میں کچھ مرض ہے وہ ہم خیال لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دوڑا. اذكر من زمن الخليفة الثاني رضي الله عنه حين كان يبين نقطة في بعض الأحيان كان بعض العلماء المزعومين كما نرى بعضهم في هذه الأيام أيضا الذين في قلوبهم مرض يسعون إلى بعضهم بعضا وكانوا يعقدون الاجتماعات في بيوتهم ويقولون فيما بينهم انظروا هذا ما قاله الخليفة في الخطبة مع أن المسيح الموعود عليه السلام يقول شيئا آخر فمن نقبل كلامه. هذا ما يقوله التاريخ وهذا ما يقوله الخليفة. الذين تربوا في قاديان يعرفون أنه كانت هناك مراكز مخصصة لهذا الغرض ثم تحولت هذه المراكز إلى أحزاب. كذلك تكونت هذه المراكز في ربو أيضا وهذا ما شاهدناه في زمن الخليفة الثالث رحمه الله. ورأينا أيضا أن كثير من الناس تضرروا بذلك. فحينما كان الخليفة الثالث يبين نقطة تتعارض ظاهريا مع الأمور الرائجة كان مثل هؤلاء الناس بدلا من أن يفهموا أن الذي جعله الله إمام الزمان لا يمكن أن يقول شيئا بغير مصلحة وحكمة عظيمة وحماية لمصالح عظمى كانوا يجتمعون في مجالس مختلفة ويتشبثون بظاهر الكلمات بدلا من أن يستفيدوا من المغزى. وكانوا ينقلون الأحاديث من شخص إلى آخر ومن بيت إلى آخر وينشرون الإشاعات ليقولوا انظروا ما قال الخليفة الثالث اليوم. صحيح أننا بايعنا الخليفة الثالث ولكنه يقول كذا وكذا وهذا الوضع ينتهي إلى النفاق في الأخير. والله قادر على أن ينقذ من يشاء ويقطع من الجماعة من يشاء. مجھے یاد ہے کہ ایسے موقع پر میں اکثر حضرت مولی ابوالعطاء صاحب سے ملا کرتا تھا. أذكر أنني في ذلك الزمن كنت في مثل هذه المناسبات أزور السيد أبا العطاء الجلندهري ولأنه كان من فئة العلماء الذين كانوا بارعين في العلوم المادية أيضا وذوي فراسة عميقة فيما يتعلق بالطاعة. فكان موقنا بأنه لا يمكن للخليفة أن يقول شيئا يخالف موقف المسيح الموعود عليه السلام أو الأحاديث أو يتآمر ضد نبوآت النبي صلى الله عليه وسلم. فكنت أقول له هذا ما فهمته من إعلان الخليفة الثالث رحمه الله. ولأنه يرى هذه الفتنة بهذا الموضوع لوضع حد لهذه الفتنة ولا يقصد إنكار المجددية. بل قال حضرته بأن الخليفة أيضا يمكن أن يكون مجددا فلماذا تثيرون هذا البحث. فكنت أرى أن أفكار السيد أبي العطاء
كانت دائما تنسجم مع أفكاري، علما أني ما كنت أناقش هذه الأمور مع عامة الناس، أما إذا سألني أحد فكنت أوضح له، غير أن علاقتي من حيث الأفكار فكانت مع السيد أبي العطاء فقط، وما كنت أناقش هذه الأمور مع الآخرين لعلمي أن هناك مراكز مختلفة، وكان هناك أناس في هذا الجانب والآخرون في جانب آخر، فكان من شأن إثارة الموضوع أن يزيد في التباعد. اور اس کی وجہ سے مسئلے حل ہونے کی بجائے ان میں اور زیادہ فاصلے بڑھتے چلے جاتے تھے. فهذا امر خطير جدا حسب رايي، ومن شانه ان يلحق اضرارا فادحه، مع اني لا ارى ان هناك اثارا لمثل تلك المراكز الان، ولكن هذه الجراثيم تبقى موجوده هنا وهناك، ولا بد من الانتباه اليها في الوقت المناسب، والا فقد تشكل خطرا. اگر وقت پر ان کی نشاندہی نہ ہو اور ان کا تجزیہ نہ ہو تو ہمیشہ خطرہ رہتا ہے. یہ جو خطرے ہیں یہ ان لوگ، وهذه الاخطار تواجه اولئك الذين يبقى جانب من الانانيه قائما في عهد بيعتهم ولا يدركون المراد من السجود لادم. وہ یہ مضمون سمجھتے ہی نہیں کہ آدم کو جو سجدے کا حکم تھا وہ کیا معنی رکھتا. لذا يجب أن يبدأ الحديث من هناك، لماذا يجب السجود لآدم أصلا؟ المراد هو فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فقعوا له ساجدين. جب میں اسے ایک منصب پر فائز کر چکا ہوں، اذا عينته في منصب وعلمته، فالمراد من ذلك سواء فهمتم هذه الامور ام لا، يجب ان تخضعوا رؤوسكم ورؤوس انانيتكم امامه. یہ ہے سجدے کا مفہوم، نہ کہ ایسے زمین پہ ٹیک کر ماتھا ٹیکنا جس کو کہتے. هذا هو مفهوم السجدة، وليس وضع الرأس على الأرض فقط، بل المراد هو الإيقان بأن الذي اختاره الله لهذا المنصب فإنه يعطيه العقل والفهم أيضا ويفهمه الأمور، لذا لا بد من إخضاع الأنانية أمامه لوجه الله. هذا هو المراد من السجود، فلو فعلتم ذلك لكنتم من المطيعين الصادقين. بس میں جانتا ہوں بعض لوگ بیعت کرتے ہیں، لیکن علم کی انانیت کا سر اسی طرح. اعلم جيدا ان بعض الناس يبايعون ومع ذلك يبقى راس انانيه العلم مرفوعا، فهم يرون الخليفه بانه اذا بين نقطه معينه مما تعلموها بانفسهم بطريقه ما وكانت تنسجم مع ما تعلموه فيكتبون الى الخليفه باسلوب كما يشجع الطفل الصغير، فيقولون حبذا ما هذه النقطه الجميله التي بينتها مع اننا ما كنا نتوقعها منك. اذا هذا ما اقوله دائما، بان هذا هو رأس الأنانية الذي لا يسجد بل يبقى مرفوعا وإن كان يسجد ظاهريا، ومهما بين الخليفة من المعارف بتلقي العلم من الله فلا يفرحون بها بل يستاءون منها نوعا ما، ويتحينون الفرص ليجدوا شيئا حتى يتخذوا كلام المسيح الموعود عذرا لهم فيقولوا للخليفة انظر انك تخالف المسيح الموعود عليه السلام، ولكنهم لا يستطيعون مقاومه انانيتهم، كذلك لا يتشجعون ان يقولوا بان هذا ما افهمه، اما ما تفهمه هو خطا وما اقوله هو الصحيح، لذا يتحينون الفرص، وحين يرون كلام الخليفه يعارض ظاهريا كلام المسيح الموعود عليه السلام يتنشطون كثيرا ويثيرون ضجة، يقابلون بعضهم بعضا ويجمعون بيانات في تأييدهم، ثم يكتبون إلى الخليفة ويطلبون من الآخرين أيضا أن يكتبوا أن يعلن أنه أخطأ في كذا وكذا. هذا هو جل مقصد حياتهم، إنهم يعيشون في قوقعتهم الجافة محرومين من روح الحياة. أدعو الله تعالى أن يبقي فيهم روح الحياة، ولكنه تعالى قادر على أن ينزع منهم تلك الروح فيصير ترابا كما كانوا. فآدم كان من تراب قبل نفخ الروح فيه، فهذه أمراض دقيقة يجب الانتباه إليها جيدا. لكن نفخ الروح سے پہلے مٹی ہی تھی، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. بس یہ وہ باریک بیماریاں ہیں جن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے ہر وہ شخص جو خلیفہ وقت سے وہ تعلق رکھتا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. كل من كانت علاقته بالخليفة علاقة أنانية المشيخة كما ذكرت، حيث يتحين فرصة أن يخرج من فم الخليفة شيء خاطئ فيتمسك به، وإن لم يكن الكلام خاطئا ولكنه يزعم أنه كذلك، ثم يفرح على ما يؤيده
فقط. فهذه الأمور تدل على نفاق عميق في طبيعته، ولكن الله يفضح أمره في بعض الأحيان، فعليكم أن تتجنبوا هذا المرض لأنه خطير جدا وله أشكال مختلفة. وتسف في نهاية المطاف عن إنكار صاحبها أهل الله منذ البداية. العاطفة التي بسببها رفض الشيطان أن يسجد لآدم تتفاقم رويدا رويدا. هذا ما يحدث دائما، أي إبراز التعارض والقول بأن هذا هو القاسم المشترك الذي يلاحظ في التاريخ كله. لقد بيّنت عن المسيح موعود عليه السلام، ثم بيّنت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المستشرقين المسيحيين لا يزالون يركزون إلى يومنا هذا على أن هناك تعارضا بين كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأوا يوجهون مثل هذا الكلام إلى الخلفاء الراشدين، وقالوا بأن كلامكم يتعارض مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومع الخلفاء الآخرين، حتى سلت السيوف على أداء ركعتي الصلاة في الكعبة أو عدم أدائها، وقيل بأنه قد اتضح الآن بأنك كافر. یہ اگر دائرے کے اندر رہے اور ارتداد کا رنگ کھلا کھلا اختیار نہ کرے تو خارجیت بن جاتی ہے. فهذه الظاهرة إذا بقيت ضمن الدائرة ولم تتخذ صبغة الارتداد ظاهريا تتحول إلى ما قام به الخوارج، ثم تتمزق هذه المادة بعد أن تنضج إلى فترة طويلة وتضر الآخرين أيضا الذين يسكنون على هذه الحدود، ثم يطرد قدر الله تعالى هذه المواد الفاسدة خارجا. لذا أريد أن أوضح مرة أخرى بأن هذه إشارة إلى المرض وليس إلى الناس، ولا أقصد من ذلك أن أثبط من همم الذين يكتبون إلي، ولكن كل شخص يعلم حالة نفسه، فلو حاسب كل شخص نفسه حسب ما وضحت آنفا لوجدوا بيان القرآن الكريم التالي صادقا، حيث يقول تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. بل الانسان بل ہے یا اور لفظ بل الانسان والا ہمیں لفظ بل کے متعلق ذرا مشتبہ تھا بل الانسان على نفسه بصیرت ولو القى معاذیرہ. یہ بڑا گہرا نقطہ ہے کہ انسان جتنے مرضی عذر تراش کرے. هذه نقطة عميقة، ومهما حاول الانسان ان يقدم عذره مزينا اياه في إناء جميل فهو قادر على استيعاب الأمور، لأن الله قد أعطاه قدرة على ذلك. لذا فله أن يغوص في نفسه عميقا ليعلم من أين يبدأ سفره هذا. آخر كنارة تک پہنچ جائے اور معلوم کر لے کہ یہ سفر کہاں سے شروع ہوا تھا. وأقول لمثل هؤلاء الناس بأن عليكم أن تحاسبوا أنفسكم، وإلا فليعلموا أن قدر الله تعالى سيحاسبهم ويطردهم ويرميهم بعيدا، ولن تقدر قوة على إنقاذهم. لكن اگر تقوی سے سوال ہیں اور خلوص نیت کے ساتھ سوال ہیں جس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اس کا مقصد. اما اذا كانت الاسئله مبنيه على صدق النيه والتقوى وفهم منصب الذي بايعوا على يده، فالاسئله جاهل کو جو خدا نے اٹھا کر منصب خلاف مثلها تكون رحمه ولا اعتراض عليها ولا خطر فيها. فليفكروا بأن الله تعالى حتى لو عين جاهلا على منصب الخلافة فهل خذله بعد تعيينه أو ما زال يؤيده؟ وإذا كان يؤيده فلا يمكن أن يقول شيئا يعارض سيده ومولاه، وإلا سيعني ذلك وكأن الله تعالى ترك المسيح الموعود عليه السلام وبدأ يؤيد الخليفة والعياذ بالله. رغم كونه جاهلا حسب زعم هؤلاء الناس، ورغم إمكانية أنه سيضر معتقدات الجماعة الحقيقية وظل يؤيده من دون الاهتمام بما يقوم به من تصرفات، لقد قدم المسيح الموعود عليه السلام هذا الدليل في بيت شعره حيث يقول: میری طرح جس کی تائیدیں ہوئی ہوں بار بار. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں حضرت مسلم موعود کی پیشگوئی بتائیں کہاں ہیں وہ. اروني اذا لقي احد غير تائیدات من الله تعالى مثلي. یہ
اس موقع کے لیے استعمال ہو سکتی تھی بہت عمدہ بات تھی مجھے تو خیال نہیں ولانا اخبركم عن نبوة تنبأ بها الخليفة الثاني رضي الله عنه كانت الاستفادة منها في هذه المناسبة ممكنة ولكن لم يخطر ذلك ببالي وقد أرسلها إلي السيد عبد السميع خان من ربوة وهي تؤيد بكل وضوح ما أقوله بأنكم إذا بيعتم خليفة فقد أصبتم لأن الله هو الذي جعله خليفة سواء أكان ضعيفا وعديم الحيلة فإن الله تعالى يغار له ويحميه ويخيب أمل معارضيه حتما فلسوف يجتث الله تعالى كل اختلاف ناجم عن المعارضة كما يجتث شجرة يقول عنها في كلامه اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار فهي شجرة خبيثة لن يستقر لها قرار هذا ما يمكنني قوله إنذارا ولكن هناك اختلافات طيبة وطاهرة تصلني بين حين وآخر ولا يمكن أن يكون هناك رد فعل ضدها ولا أقول عن شخص معين إنه منافق والعياذ بالله لا ثم لا لأن كل شخص يعرف حاله أكثر مني أما أنا فقد وضحت الأمر وشرحت كيف يمكن أن يعرف أحد النفس ثم أمره على الله تعالى وأنا سأنسحب جانبه. على أي حال اسمعوا الآن لقد ركب مكبر الصوت في المسجد الأقصى في قاديان للمرة الأولى في السابع من كانون الثاني عام 1938 ميلادية وكان حدثا عظيما إذ ألقى سيدنا الخليفة الثاني رضي الله عنه للمرة الأولى خطبته بوساطة مكبر الصوت وكان عمري حينها 10 سنوات إذ قد ولدت عام 1928 ميلادية قال رضي الله عنه في الخطبة الأيام ليست ببعيدة حين يلقي شخص الدرس جالسا في مكانه ويسمعه الناس في العالم كله كنت حينها موجودا هناك كطفل صغير وما كان لأحد أن يتصور أن هذا الطفل سيكون مصداقا لهذه النبوة فقال حضرته رضي الله عنه إن ظروفنا لا تسمح لنا حاليا إذ ليس لدينا أموال كافية وهناك مشاكل علمية أيضا تحول دون ذلك ولكن عندما تزول كل هذه المشاكل علينا أن نحسب نظرا إلى سرعة التقدم التي يهبها الله تعالى للجماعة ونظرا إلى فضل الله تعالى أنه من الممكن تماما أن يلقى درس القرآن والحديث في قاديان ويسمعه الناس من جزيرة جاوة وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وأستراليا والمجر وبلاد العرب ومصر وإيران عبر اللاسلكي جالسين في أماكنها اور مصر کے لوگ اور ایران کے لوگ اور اسی طرح تمام ممالک کے لوگ اپنی اپنی جگہ وائرلیس کے سیٹ لیے ہوئے ادھر سن رہے ہوں اس طرح خدا اپنے نشان ظاہر کرتا ہے پھر کیوں هكذا يظهر الله تعالى آياته فلماذا تدخلون في الشكوك والشبهات والأوهام وتفسدون عاقبتكم وإن كنتم صادقين في عهد بيعتكم ويؤكد لكم تأييد الله تعالى بأن قراركم هذا كان صائبا فلا بد أن تراعوا الأدب في سلوككم لأنه واجب ليس من أجل إنسان ضعيف مثلي بل انطلاقا من مقتضى النفخ الروح لأن الذي يجعله الله تعالى خليفة ويعينه في هذا المنصب ينال البركة من نفخ الروح نفسها لذا يجب ألا تهمل هذا الأمر أبدا أما فيما يتعلق بي فأنا أعرف نفسي جيدا أنا إنسان ضعيف بشكل عام ومن الناحية العلمية أيضا وفي بعض الأحيان أخطئ أخطاء علمية بل قد أخطأت أكثر مما صدر عن الخلفاء المجتمعين ولكن مع ذلك لا يزال الله تعالى يتحمل ذلك لأنه يعلم أنها أخطاء بشرية ناتجة عن قصور في التعليم في المدارس في الصغر میری تربیت اللہ اور طرح فرما رہا تھا سکول کے میں پڑھنے والے مولوی بن رہے تھے وہ اور طرح بن رہے تھے ولكن الله تعالى رباني بطريقة مختلفة تماما والدارسون بالطريق المعتاد يصبحون مشايخ من نوع آخر القدرة على العلوم المادية التي نالوها ما نلتها أنا وأنا أعرف ذلك
ولكن لو نلتها لما تسنى لي أن أحظى بما أحظى به الآن. لذا فالمقتضيات التي كان الله تعالى يعدني لها كان ضروريا أن تتطرق إليها بعض الأخطاء أيضا، ولكن عليكم ألا تستنتجوا منها استنتاجا خاطئا، لأن تأييدات الله تعالى تحالفني على أي حال، وستظل تحالفني وستحالف كل خليفة إلى أن تتحقق أهداف المسيح الموعود عليه السلام، والذي يقطع علاقته معه فسيقطع من الله تعالى، ولا شك في ذلك أبدا. ندعو الله تعالى أن يوفقنا لأداء مقتضيات الوفاء كما هو حقها. وهناك نقطة دقيقة أخرى بيّنها السيد عبد السميع خان، حيث يقول: من عجائب قدر الله أن سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه تنبأ بذلك في السابع من كانون الثاني عام 1938 ميلادية، وأنتم أعلنتم بداية هذا المشروع للعالم في موريشيس في السابع من كانون الثاني أيضا. كنت قد أعلنت ذلك من قبل، غير أنني قلت حينها بأن هذا المشروع سيبدأ في السابع من كانون الثاني، وهو مشروع التلفاز العالمي الذي يوصل بين العالم كله، وقد تحققت هذه النبوءة في السابع من كانون الثاني بالتحديد. فانظروا إلى قدر الله تعالى. كنت شابا غير مبال، لا أصلح لشيء إن صح التعبير، حتى ما كنت أهتم بأن الناس يضحكون بالنظر إلى لباسي مثلا، إذ ما كنت أعير له أدنى اهتمام. ولكن هذا قدر الله تعالى، يعين من يشاء لأي منصب يشاء ثم يؤيده حيث لا يبقى حاجة لأي دليل، إذ يلمع ذلك التأييد في السماء. ولكن يجب أن يكون معلوما أن هذا التأييد هو بحق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أنزل الله تعالى هذه الأفضال من السماء لإحقاق تلك النبوءات. لا أذكر هذه الأمور لأبرز نفسي كنقطة مركزية، بل أشرحها لإزالة شكوك بعض الناس، وأقول بأنني قد جعلت سببا بسيطا لتكميل الخطة التي رسمت من أجل سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا، والتي كان ظهورها مقدرا في زمن المسيح الموعود عليه السلام. لذا هذه السعادة ليست أمرا عاديا. ندعو الله تعالى أن يوفقنا لفهم هذه الأمور، وأن نجعلها نصب أعيننا في تربيتنا الروحانية والعلمية. علمية. آمين. پیچھے نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.